السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا لكي يصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو ضغطوا على اللايك وبرتاج لكي تعم الفائدة، وشكرا لكم. سنتعرف في هذا الفيديو على أهم الخطوات للعناية اليومية بالبشرة. البشرة المشرقة هي سر جمال المرأة، كما أنها تلفت الأنظار دائما، وكلما زاد الاهتمام بها فإن ذلك يزيد من جمالها. لذلك يجب على المرأة الاهتمام بتنظيفها وترطيبها باستمرار باستخدام الكريمات المناسبة والوصفات والمواد الطبيعية متوفرة في كل منزل. وإن العناية بالبشرة ليس أمرا صعبا ولا يحتاج للوقت ولا للجهد ولا لهدر الأموال، فهي الخطوات روتينية بسيطة. البشرة لها أنواع: بشرة عادية مختلطة دهنية وحساسة وجافة، ومع الوقت يتغير نوعها. فعلى سبيل المثال، البشرة العادية تزداد نسبتها لدى الأشخاص في سن الشباب عن كبار السن، وفي هذا الفيديو سنتحدث بالتفصيل عن الأنواع المختلفة الأخرى للبشرة وكيفية العناية بها، ولتتمكن بعدها من تحديد نوع بشرتك. العوامل المحددة لنوع البشرة: هناك مجموعة من العوامل التي يعتمد على وجودها أو عدم وجودها لتحديد نوع البشرة: نسبة الماء في البشرة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على مرونة الجلد، نسبة الزيوت التي تفرزها البشرة، والعوامل المؤثرة في ذلك، مدى حساسية البشرة من العوامل المختلفة. أنواع البشرة الدهنية: وهي البشرة التي تمتاز بإفراز كثير من الزيوت والدهون، ما يؤدي إلى وجود مجموعة من العلامات التي يمكن ملاحظتها على الأشخاص الذين يمتلكونها. المظهر اللامع للبشرة: المسامات الواسعة، سمك البشرة، الرؤوس السوداء والبيضاء، حب الشباب والبثور المختلفة. أسباب هذه البشرة الدهنية: هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية، ومنها خلل في هرمونات الجسم، الضغط النفسي، الطقس الحار المصحوب برطوبة عالية، العامل الوراثي، مستحضرات التجميل. البشرة الجافة: وهي البشرة التي تفرز نسبة زهم أو زيت أقل من البشرة العادية، مما يعني نقصان نسبة الدهون الطبيعية اللازمة للحفاظ على رطوبة البشرة وزيادة مشاكل البشرة نتيجة الجفاف. وتتميز البشرة الجافة بمجموعة من الخصائص، ومنها المسامات الصغيرة غير المرئية نوعا ما، الملمس الخشن للبشرة، البقع الحمراء على الجلد، وجود تجاعيد وخطوط دقيقة بشكل واضح. من أسباب ظهور البشرة الجافة: فقدان كميات كبيرة من الماء من الخلايا البشرة نتيجة التعرض لحرارة عالية أو لضغط نفسي أو بسبب النشاط البدني، نقص عوامل الترطيب الطبيعي للبشرة مثل الحموض الأميدية أو الأحماض الأمينية وحمض اللاكتيك، نقص نسبة الدهون الطبيعية اللازمة لحماية البشرة وترطيبها مثل الكوليسترول والحموض الدهنية، العامل الوراثي، التقدم بالسن، حالات الطقس المختلفة، الأشعة الفوق البنفسجية، الاستحمام بماء ساخن لمدة طويلة، بعض الأدوية التي تسبب جفاف البشرة مثل دواء الروكتان أو ما يعرف بالاسم العلمي إيزوتريتينيون المستخدم لعلاج حب الشباب، المكونات الداخلية في تركيب الصابون، ومستحضرات التجميل. البشرة العادية: وهي البشرة الطبيعية التي تكون خصائصها متوازنة بين الجافة والدهنية، حيث إن الجزء اللامع قليلا يتركز في منطقة الجبهة والذقن والأنف على شكل حرف. وتميز البشرة العادية بما بالتي: خالية من المسامات الواسعة، الدورة الدموية فيها جيدة، تتميز بالمظهر النابع الوردي، خالية من حب الشباب والبثور الأخرى، عدم وجود حساسية شديدة لعوامل مختلفة. البشرة المختلطة أو المركبة: وهي البشرة التي يكون جزء منها جافا والآخر دهنيا، حيث إن الجزء الدهني يتركز عادة في منطقة الجبين والأنف والذقن، فهي تشكل حرف T. أما الجزء الجاف يكون في منطقة الخدود، وتتميز مجموعة من الخصائص الأخرى. المسامات تكون أكبر قليلا من مسامات البشرة العادية، الرؤوس السوداء، المظهر اللامع للبشرة.
البشرة الحساسة وهي بشرة سريعة الاحمرار والالتهاب، وغالبا ما تكون جافة ورقيقة، كما يعاني أصحاب البشرة الحساسة من الحكة أيضا. طرق العناية بالبشرة: تنظيف البشرة وغسلها مرتين يوميا صباحا ومساء، ثم وضع التونر على البشرة لأنه يساعد على إزالة الوساخ ومستحضرات المكياج العالقة بالبشرة. ترطيب البشرة: فالترطيب مهم لأصحاب البشرة الدهنية، إلا أن لكل نوع بشرة مرطب مناسب لها. عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة: فكما أن لأشعة الشمس فوائد كثيرة، فإنها لها أيضا أضرار كثيرة، فالتعرض لها فترات طويلة يؤدي إلى إتلاف الطبقة الخارجية الواقية للجلد ومشاكل عدة، كتغير لونها وظهور الرؤوس السوداء والتجاعيد. هناك أدلة علمية تؤكد أن سرطان الجلد له علاقة بالتعرض لأشعة الشمس لوقت طويل، لذا ينصح الأطباء بعدم التعرض للشمس، خاصة في الفترة التي تكون بين الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 عصرا، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس. تغيير الوسادة بشكل منتظم لأنها تلتقط البكتيريا والأوساخ، وتمس الزيوت التي تفرز من الشعر أو الوجه، فتغييرها يساعد في منح الوجه المظهر الصحي والمشرق. شرب الماء بكميات مناسبة، أي بمعدل 8 أكواب يوميا، للمحافظة على ترطيب الجسم وقوام البشرة. تجنب شرب الكافيين والصودا والكحول بكميات كبيرة لأنها تساهم في جفاف البشرة. استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل التي تحتوي على العناصر الرئيسية اللازمة للبشرة مثل المعادن والفيتامينات مضادات الأكسدة. المحافظة على نضارة البشرة من خلال استخدام الكريمات وسيروم مناسب لمنطقة العيون لتجنب ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة فيما بعد. التغذية السليمة: فتناول الغذاء الذي يحتوي على الأوراق الخضراء والفواكه والخضروات، وكذلك الشاي الأخضر والجوز والطماطم والتوت الأزرق، سيساهم في زيادة نضارة البشرة والمحافظة على صحتها. تناول الخضروات التي ترفع هرمون الأستروجين، حيث إنه مهم للحفاظ على ليونة البشرة. ويعد البروكولي من أهم الأطعمة التي تحتوي على الأستروجين، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة إلى جانب فيتامينات A وفيتامين C. تجنب تناول كميات كبيرة من السكريات لما لها من أضرار على صحة الجلد، حيث تزيد من علامات تقدم السن عن طريق إطلاق الجذور الحارة، إلى جانب زيادة تعرض الالتهابات الجلدية التي تدمر خلايا الجلد والبشرة. تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3، فهو من الأهم الأحماض الدهنية الأساسية لصحة الجلد والجلد، وهو متوفر في سمك السلمون والتونة والجوز والمكسرات والبذور. التقليل من تناول الأطعمة الحارة والمالحة وكذلك الحامضة، بالإضافة إلى الأطعمة المقلية، واستبدالها بتناول الأرز والشوفان والتفاح. أهم الفيتامينات للبشرة: هذه أهم الفيتامينات المفيدة لصحة البشرة. فيتامين د مهم لعلاج الصدفية ومصدره الأساسي الشمس، أما مصادره الأخرى فهو موجود في سمك السلمون والتونة. فيتامين سي محارب للسرطان لخصائصه المضادة للأكسدة، ويزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة ويخفف من تجاعيدها. فيتامين ه أو أ للوقاية من أشعة الشمس الضارة والوقاية من التجاعيد والبقع الداكنة لاحتوائه على مضادات الأكسدة. ومصادر فيتامين ه الجوز واللوز والبندق والذرة عباد الشمس. فيتامين ك لمعالجة علامات التمدد والبقع الداكنة والجروح. ومصادره السبانخ والفاصوليا الخضراء والخس. اختيار المنتجات الملائمة لكل نوع من البشرة: هذا في حال استخدام منتجات البشرة، كما يجدر الإشارة إلى أن رائحة المنتج لا علاقة له بفوائده، لذا لا داعي للاهتمام برائحة المنتج. تقشير البشرة مرة إلى مرتين بالأسبوع بشكل لطيف وخفيف، لأنه يساعد على إزالة طبقة الجلد الميت وبالتالي زيادة نضارة البشرة. التقليل من الضغط النفسي لأنه ينعكس على مظهر البشرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسة الرياضة أو المشي بالهواء الطلق. أخذ الاحتياطات اللازمة لكل فصل من الفصول الأربعة، ففي فصل الصيف تحتاج البشرة إلى الإكثار من وضع واقي الشمس خلال النهار، أما في فصل الشتاء فنحتاج إلى الترطيب أكثر بشكل مستمر.
وهذا للحفاظ على البشرة. ممارسة الرياضة بانتظام مثل الجري واليوغا التي تعزز عمل الدورة الدموية في الجسم، كما أن الرياضة تطهر الجسم من السموم من خلال إفراز العرق بعد المجهود التي يتم خلال ممارستها. ومن الأفضل استخدام التونر قبل ممارسة الرياضة وعمل تقشير للبشرة بعدها، ومن ثم ترطيب البشرة باستخدام زبدة الشيا أو زيت الزيتون النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات كل ليلة، حيث أن قلة النوم تجعل البشرة تبدو متعبة وغير جميلة. ويمكن تطبيقنا العسل مرتين إلى 3 مرات يوميا لإعادة النظارة إلى البشرة المتعبة، ولا يجب نسيان تنظيف البشرة قبل الخلود للنوم. من المعروف أن التحكم في جمال البشرة والعناية بها يكون من الصعب قليلا تحقيقه عندما تكون البشرة جافة، ولا نقصد هنا البشرة التي تكون جافة بطبيعتها فقط، بل يمكن حتى للبشرة العادية أو الدهنية أن تعاني مشكلة الجفاف بين الحين والآخر، وتظهر هذه المشكلة عندما يقل مستوى الماء أو الترطيب في الطبقة العليا من البشرة عن المستوى الطبيعي الذي تحتاج إليه، فتبدأ حينها بالتكسر والتقشر وتظهر عليها خطوط رفيعة أو تشققات مرئية. ولا يوجد نوع معين من الكربات المرطبة يمتلك القدرة على ترطيب البشرة الجافة وعلاجها فترة تدوم طويلا. وهناك نصائح عامة للعناية بالبشرة الجافة وعلاجها. هناك العديد من الأمور التي يجب اتباعها للعناية بالبشرة الجافة وعلاجها. ترطيب البشرة بشكل دائم وكرر، عندما تكون البشرة رطبة تغيير نوع المرطب مع تغيير الفصل، بحيث يستخدم نوع خفيف في الصيف يحتوي على عامل حماية من الشمس وكثيف في الشتاء، اختيار منظف مناسب للبشرة، تقشير البشرة بلطف، الحد من استخدام الكريمات المعالجة للبشرة مثل علاجات حب الشباب والتجاعيد، الإكثار من شرب الماء، الإكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة، تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، تناول بعض أنواع المكملات الغذائية، التقليل من تناول الأطعمة المالحة والمقلية، عدم الإفراط للاستحمام. للعناية بالبشرة الجافة توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها معالجة البشرة الجافة والعناية بها، ومنها جل الألوفيرا. يعالج جل الألوفيرا البشرة الجافة، حيث إنه يحتوي على الكثير من الخصائص التي تساعد الاحتفاظ بالرطوبة في البشرة، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يساعد أو يساهم في استعادة ليونة البشرة ومرونتها. بالإضافة إلى هذا، فإن جل ألوفيرا يساعد على علاج بعض مشاكل البشرة الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، وذلك بفضل احتوائه على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات. ما هي أسباب جفاف البشرة؟ هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى جعل البشرة الجافة متقشرة. الإفراط في غسل البشرة وتكرار الغسل في مرات متقاربة، حيث إن غسل البشرة بشكل كبير متكرر يزيل الزيوت الطبيعية والمرطبة الموجودة فيها، ويكفي غسلها بالماء مرة واحدة في الصباح عند الاستحمام، ومرة أخرى باستخدام المنظف قبل الذهاب إلى النوم. غسل البشرة باستخدام الماء الساخن، حيث إن غسل البشرة بالماء الساخن يجردها من الزيوت الطبيعية والمرطبة الموجودة فيها، وهذا ما يؤدي إلى ظهور التهابات والتهيجات فيها. وعند الاستحمام يفضل بأن تكون درجة حرارة الماء كما هي في أحواض السباحة دافئة. استخدام منظفات البشرة التي تؤدي إلى حدود خلل في درجة الحموضة الطبيعية في البشرة، تميل البشرة إلى درجة حموضة حامضية قليلا، وهذا كي تحمي نفسها من البكتيريا وغيرها من العوامل البيئية التي يمكن أن تسبب الضرر لها. بينما يكون الصابون التقليدي مائلا إلى درجة حموضة قاعدية، ما يسبب في إحداث خلل في الطبقة الخارجية من البشرة. ولهذا السبب فإنه يفضل استخدام منظف للبشرة يكون معتدلا في درجة حموضته كي يتطابق مع حموضة البشرة، أو البحث عن منظف يزيل فقط الأوساخ المتراكمة عليها دون إحداث أي ضرر لها. تقشير البشرة بشكل زائد عن الحاجة، إذ يجب عدم تقشير البشرة أكثر من مرتين كل أسبوع وأقل من مرتين عندما تكون البشرة جافة. ومن المهم جدا ترطيب البشرة بعد تقشيرها. استخدام مرطب مكثف للبشرة بدلا من المرطب الخفيف، حيث يجب تغيير نوع المرطب الخفيف مستخدم بنوع آخر يكون أكثر كثافة في محتواه من كمية زيوت حسب الفصول.
لأن البشرة تقل رطوبتها في فصل الشتاء وتقل الرطوبة في الجو مقارنة بها في فصل الصيف، لذا يجب استخدام مرطب أكثر كثافة. وضع المرطب على البشرة في أوقات خاطئة، فليست الأهمية في نوع المرطب المستخدم وحده، بل يجب أيضا انتباه إلى الوقت الذي يوضع فيه، حيث إن أفضل الوقت لوضعه هو عندما تكون البشرة لا تزال رطبة، لتتمكن البشرة من امتصاصه بشكل أفضل. عدم شرب كميات كافية من الماء، حيث أن الماء مهم جدا للحفاظ على حركة السوائل داخل الشعيرات الدموية بفاعلية. عدم تناول الغذاء الصحي والغني بالدهون الصحية، حيث تحتفظ الدهون الصحية والأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 بالرطوبة داخل البشرة. ومن الأطعمة الغنية بهذه الدهون كما سبق ذكره سمك السلمون وبذور الكتان. بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، تناول أو أنواع معينة من الأدوية الوراثة. البشرة الحساسة، البشرة مرآة الجمال كما قلنا، وهي من أكثر أجزاء الجسم حساسية لتعرضها الدائم لجميع المتغيرات الداخلية والخارجية، فأي مشكلة داخلية في جسم الإنسان يظهر أثرها المباشر على البشرة، كشحوب اللون ووجود بقع والكلف والتشققات وأي تعرض لظروف خارجية مثل الحرارة الزائدة وأشعة الشمس الحارقة والبرد القارس، كلها عوامل تظهر أو يظهر أثرها على البشرة. البشرة الحساسة تعتبر أكثر أنواع البشرة تأثرا وأكثرها عرضة للحساسية والتهيج والحكة والتعرض للتغيرات الناتجة من استخدام السحرات التجميل وتناول العقاقير، لذلك تتطلب البشرة الحساسة عناية خاصة وطريقة مختلفة في التعامل عن باقي أنواع البشرة، حتى أن البشرة الحساسة تحتاج لطريقة تغذية خاصة وطريقة تنظيف مختلفة ومستحضرات تنظيف وترطيب وتجميل إضافية حتى تفضل أو تظهر بأفضل حالاتها ولا تتعرض للجفاف والتهيج. ما هي طرق العناية بالبشرة الحساسة؟ التعامل معها برفق. تتأثر البشرة الحساسة بطريقة تعامل أكثر من غيرها، لذلك يجب غسلها بطريقة لطيفة وتجنب فركها وتدليكها بقصوى وعدم ممارسة بعد ما تتطلب البشرة بطريقة فجة، كإزالة الشعر والتقشير واستخدام الماسكات التي تسبب تهجج البشرة وعدم استخدام منشفة خشنة أو أنواع الصوابين القلوية التي تسبب تهيجها وتنظيفها باستخدام قطنة أو قطعة قماش ناعمة. اختيار منتجات العناية بالبشرة الحساسة بعناية فائقة. يمكن تحديد المنتجات المناسبة للبشرة الحساسة. يجب التأكد من خلو المنتجات المستخدمة لعناية بالبشرة الحساسة من الكحول والأحماض والأمونيا والتي تتكون من مستوى حمضي عالي، وكذلك تلك التي تحتوي على واستخدام الصوابين الطبيعية 100% مثل صابون الغار وصابون زيت الزيتون، والحرص على تجريب أي منتج على بقعة صغيرة من البشرة قبل استخدامها بشكل واسع. التقشير الطبيعي، استخدام مقشرات طبيعية خالية من أي إضافات كيميائية، تعد إحدى وسائل العناية بالبشرة الحساسة، مع الحرص على عدم استخدام مقشرات العميقة والاكتفاء بالتقشير السطحي فقط. شرب كمية كافية من الماء، حيث يعد الماء أفضل وسائل العناية في البشرة الحساسة وكل أنواع البشرة، لأنه يعمل على ترطيبها ومنحها النضارة والحيوية ومنحها النعومة الفائقة. تجنب استخدام العطور المصنعة، لأن العطور المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الكحول بالإضافة لسببها بتهيج البشرة وظهور بثور صغيرة على سطحها والشعور بحكة قوية، لذلك يجب استبدال العطور الصناعية بالعطور الطبيعية مثل عطر اللافند أو الخزامة وعطر الياسمين. تجنب استخدام الخلطات، حيث تسبب الخلطات بزيادة جفاف البشرة وتهيجها، وخصوصا تلك الخلطات التي تحتوي على مواد التبييض التي تؤدي إلى تلف خلايا البشرة الحساسة. استخدام واقي الشمس كجل أنواع البشرة، حيث تعتبر البشرة الحساسة أكثر أنواع البشرة تأثرا بأشعة الشمس، لذلك يجب استخدام واقي شمسي عالي الوقاية لحماية البشرة الحساسة من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية.
البشرة الدهنية تواجه العديد من المشاكل التي تسببها البشرة الدهنية، حيث تعطي لمعان غير مرغوب فيه وتسد المسام، وهذا ما يؤدي إلى مشاكل حب الشباب. أن الغدد الدهنية تفرز زيوتها بشكل أكبر على منطقة الوجه. وهناك طرق بسيطة وسهلة للعناية بالبشرة الدهنية، وهي استخدام منتجات صحية وإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة. وهذه بعض النصائح للعناية بالبشرة الدهنية وطرق العلاجات المنزلية التي تحسن صحة البشرة بشكل كبير. هناك عدة نصائح يمكن اتباعها للعناية بالبشرة الدهنية. غسل الوجه مرتين يوميا مع استخدام منظف لطيف، ويؤدي ذلك إلى إزالة الزيت السائد الذي يسد المسام. فاستخدام منظف الوجه الأساسي كل صباح ومساء هو أفضل طريقة للعناية بالبشرة الدهنية، وينصح بعدم استخدام صابون مرطب لأنه يزيد زيوت البشرة. استخدام مسحوق التونر لإغلاق المسام وإزالة الزيت من البشرة، حيث توجد عدة أنواع من التونر يمكن استخدامها، والابتعاد عن المقويات الجلدية لأنه تستخدم للبشرة العادية أو الجافة فقط، ويكون تطبيق التونر على منطقة التي والتي تكون من الجبهة والأنف. استخدام مناديل ورقية، إذ تستخدم مناديل ورقية للحد من زيوت البشرة لأنها لا تجفف الجلد وتستغرق وقتا قصيرا من 15 إلى 20 ثانية أثناء التنشيف، وينصح بعدم فرك البشرة وإنما بالضغط على المنطقة فقط. وتحتوي هذه المناديل الورقية على حمض ساليسيليك أو حمض الجليكوليك الذي يعالج حب الشباب أيضا، وهي سهلة الاستخدام أثناء التنقل. استخدام الأقنعة لتنظيف البشرة، فإزالة الزيت الزائد تعطي الأقنعة تطهيرا أعمق من غسل البشرة العادية، حيث تزيل الشوائب بعمق وتستخرج الزيت من المسام. استخدام الأقنعة لتنظيف البشرة بإزالة الزيت الزائد تعطي الأقنعة تطهيرا أعمق من غسل البشرة العادية. واستخدام مرطبات خالية من الزيوت، إذ يجب قراءة المكونات بعناية على أي منتجات تستخدمها، واختيار مستحضرات للتجميل مستند إلى الماء فقط. استخدام منتجات التي تحتوي على البنزويل ببريوكسيد، وذلك عند استخدام العلاجات لحب الشباب الناتج عن البشرة الدهنية دون وصفة طبية، فهي تتخلص من البكتيريا المتراكمة على البشرة وخلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد المسامات الجلدية. هناك طرق عديدة منزلية لعناية البشرة الدهنية، وهناك أقنعة منهم قناع بياض البيض الذي يعد علاجا فعالا لعيوب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين A، فهو يشد البشرة الدهنية ويبقيها ناعمة.